صباح الخير صبايا شباب متابعين، جمعة مباركة. اليوم نعمل كبة قرص كبير دايت بدون سمن بدون زيت نهائي. رح نشوف طريقة التحضير. بدنا برغل ناعم، هذا هو، ممكن عمقي وممكن كاشف، ما بتفرق. أنا وقت بخزن البرغل يا صبايا بحط ملح خشن الكبير وبحط قطع حبات قرنفل مشان ما يصير سوس عليه وقت التخزين. المهم ما في داعي للغسل، إذا بدك تغسلوه أو خايفين وما البرغل متأكدين من نظافته، ممكن بكل بساطة منشفك بالليه مي وتعصريه وتحطي البرغل فيه، تتركيه على جنب نص ساعة، بعدين بتشيلي البرغل بتلاقي إيش فيه غبار إيش فيه وسخ، بتتخلصي منه بتغسليه مرة تانية وبتعيدي الكرة وبتنسفي وبتنقي. المهم يا صبايا هذا هو البرغل. هلا شايفين حبات القرنفل هدول كلياتهم بشيلهم. كاسة، اي كاسة استعمليها، اي كاسة متوفرة عندك بالمطبخ استعمليها وقيسي المكونات كلها عليها. كاسة برغل، بدنا كاسة ونص ماء، بدنا نغليه على النار غلي، بدنا نغليه. هذا حطيت هون بودرة بصل، ممكن تجيبي نص بصلة تدقيها بالهون أو تطحنيها على الطحانة مع زيادة معلقة ماء من مقدار الماء الكلي. حطيت كمون معلقة صغيرة، بهار براس المعلقة، ربع معلقة يا صبايا البهار حلبي. المكونات موجودة منزلتها على قناتي شلون بتطحنيها وشلون بتشتريها مشان تشوفي شكلها. هن 7 مكونات. هون اللحمة بصلتين كبار دبلتهم، حطيت جزء قليل من اللحم، يا دوب 3 معالق لحم. ما بدك لحمة استثنية، بتشوحي فليفلة حمراء فليفلة خضراء، بتحطي معجون الفليفلة، وبالنهاية بعد ما تبرد الحشوة تماما بتحطي جبن أشقوان أو موزاريلا أو خليط من الأجبان. أنا هي عندي إياها من قبل طالعتها من الفريزر وحطيت لها جبن. بده يلزمني كوب طحين. خلينا نشوف مراحل العمل، لازم تتأيدي بمراحل العمل لحتى تاخدي نتيجة جيدة. وبدي أجيب هلأ أعبي هون ربع كوب زيت، بدي أشوف شقد أخذ منه. الماء كوب ونص عم يغلي، رح نحطه بهالشكل. مثل ما قلنا ممكن نص بصلة طازجة وممكن معلقة بودرة بصل صارت بهالشكل. راح أغطي، ما تنسوا الملح ربع معلقة لأنه بشد قوام البرغل وبيعطي طعم أكثر. للمبتدئات أول مرحلة وضع الماء المغلي فوق البرغل، هي أول مرحلة، وتركه مدة من نص ساعة لساعة، خليه ساعة أفضل لك من ساعة، لأنه في نوع برغل بيحتاج نص ساعة، في نوع برغل، المهم ليغب المياه. أول مرحلة برغل مع وضع الماء، ثاني مرحلة رش الطحين ودعكه مع البرغل شوي شوي، بجوز ياخد كوب إلا معلقة، بس شفتي العجينة تماسكت بتوقفي عن وضع الطحين. ثالث مرحلة وضع الزيت، هذا هو مقدار الزيت، بمثابة الماء منرشه ومندعك، منرشه ومندعك، كمان بجوز ما ياخد مقدار هالزيت كلياته، بجوز ناقص معلقة كمان حسب نوعية البرغل. بس انتي حطي جنبك ربع. بالنسبة للبرغل اللي عندي احتاج نص ساعة شرب السوائل الماء بهالشكل، اخذنا شايفين ما بقى في سائل الماء. هلا بهالشكل هون سر النجاح، البعض عم بحط الزيت والطحين، لا بس حطيتي زيت وطحين الزيت بغلف البرغلة، ما بقى بعود عندك عجينة جيدة وناجحة بهالشكل. وبعجن على مراحل، بس شفتها تناسكت بوقف، ما بقى بحط طحين.
ما بتعجني الكبة تماما. احنا بنعرف بانه الكبة بدها دعك. الفرق بين البرغل العمقي الغامق والكاشف بانه المادة الصمغية بتلاقيها دبقة. شايف شلون؟ هذا هو الطحين لسه بدي احط هاد وخلص، الباقي ما راح احطه، بيطلع معلقتين اللي بقي. شايفين هالعجينة الرائعة؟ انعجنت بهالطريقة. هلا بدنا نعتبرها ماء، بدنا نتخيل انه هي ماء. ممنوع وضع الماء نهائي هلا، ابدا ما بنستعمل ماء. بدي يسألوا الصبايا ممكن وضع زيت زيتون؟ ممكن. خلص راح اريحها ساعة ونص بالبراد لتمسك حالها. هاي الزيت بدي اتركه للتمسيد. الباقي عجينة الكبة بدون ماكينة، بدون هبرة، يعني بدون لحمة، للي بدهم يعملوا دايت، للي ظروفهم صعبة، هي هدية لإلهم من حول. للي بتعرضوا لأخطاء لانت معي بكل بساطة، تركيها مكشوفة مدة نص ساعة، حطيها في البراد من تحت، مو مكان مجمدة اللحوم. هل تفرز هذه الكبة؟ تفرز. بتصير كبة مقلية؟ بتصير كبة مقلية. بتصير كبة صينية؟ بتصير كبة صينية. جود بالموجود، ما في صحن، ما في علبة، ما في شيء بهالشكل. شايفين؟ بحط الحشوة بهالشكل، حطي الحشوة على كيفك. الكرة الثانية بهالشكل، ممكن بعلبة، انت على كيفك. انا بحب هالطريقة، سهلة كتير. شايفين ما احلاها؟ وباخذها بهالشكل من خلال الكيس، بمسدها، اتركي على الحواف هيك مشان تلزق مزبوط معك. ما بدي اياها مقبقبة كتير، بدي اعملها بدون زيت، بدون نهائي ولا سمنة. هلا بنشوف طريقة شويها. بلزقها طبعا بهالشكل، رقيقة كتير بتطلع معك. بالنسبة لتنعيمة لتمليسة مثل ما قلت بهالشكل فقط هيك. شلون بنعمل الكبة؟ تماما عواض المي، زيت، صارت جاهزة، رقيقة كتير كتير كتير. شوفي ما أحلاها. طيب بدنا أقراص أصغر، ممكن بهالشكل. بعطيكي عدة أشكال. مسح زيت بهالطريقة، شايفين شو قد رقيقة؟ بحطها هون، باخذ الثانية كمان نفس الشيء، مسحة زيت. شايفين؟ زاد زيت، بمسد القرص كتير كبير، ممكن ضغط عليه، بدك ترقي أكتر. خلص جاهز، حتى ممكن ترفعيه بالفريزر هيك. كل ما بردتيها بالبراد بتساعدك بالشغل اكثر. وعلى فكره تركيها اسبوع عجينه وقت اللي بدك اعمليها، ما بيصير لها شيء نهائي نهائي. عم برقي وبحشي بهالشكل.
محشية كتير أطيب بصراحة. سكبتها وبعدين بقلبها، بمسح إيدي زيت وبعمل بهالشكل أو درويش وبرق. وبرق وببرم، برق وببرم لحتى تشوفي القرص صار حسب ذوقك الشخصي. الزيت اللي زاد للتمليس وللبرغل، سبحان الله كل برغل استيعابه للزيت شكل وللطحين شكل. بتلاقي في برغل بياخد 3 ارباع الكاسة طحين بس، تلاقي بيدبق معك فورا. مشان هيك استعملوا البرغل الغامق على مبدأ الكبة. وقت اللي منحط لها هبرة تلاقي الكاشف بياخد هبرة أكتر، هذا نفس الشيء. عم نعتبر الطحين بمثابة الهبرة اللحمة والزيت بمثابة الماء. اليوم عندي عزيمة، هاي الكبة قديمة أيمتى، نفس النوعية شايفة متلجة، بدي أمسحها بإيدي لتاخد حرارة إيدي وإشفي تلج يدوب منها. شعلت النار، حرارة وسط، بدي أتركها تحمى الطوال لتاخد حرارة إيدي. ممكن تمسحيها إيدك مسحة زيت، هي ما بدها بهالشكل. شايفين التلج؟ طريقة كمان إذا بدك تقليها قلي. طبعا عرضت أنا الكبة المقلية بنفس العجينة، بحط الكبة كبير لأنه كتير بخاف عليه. هذا هو بعمله بهالشكل، بهالشكل ما في زيت نهائي نهائي، ما في زيت. أفرجيكم إياها، بس بدي إياها أكتر من هيك مشان هيك لا تقلبوها لحتى تاخذ استواء كامل، بس انا مشان افرجيكم اياها. شايفين شو قد رقيقة؟ هذا فائدة تمليس الكبة بالزيت اثناء العمل. بالنسبة اللي مالن عاملين دايت، سمن عربي بهالشكل. بس خلصت أنا، طفيت عنها، بدكم تشوها أكتر اشوها أكتر. بس حاجة حتى هاي ما رح أحطها، بس هيك لمعة. خلصت كبتنا، تركتها بالطواي لبين ما يجوا ضيوف، برجع بعملها مشان تسخن مظبوط والجبنة تسيح جواتها. وممكن تعمليها كبيرة بهالشكل. بدي افتح لكم بس وحدة مشان نشوف رقتها. ممكن تقسميها اربع ارباع. شايفين؟ رقيقة كتير كتير. من جروب مطبخ دلال، حناوي للنواعم والمبتدئات خطوة خطوة. وأهلا وسهلا فيكي صديقي، إن حبيتي تتابعيني تابعيني على قناتي باليوتيوب، مجرد كبس زر أحمر مربع اشتراك راح يوصلك كل جديد بمصداقية تامة. بقيمون بهالشكل بالفريزر، وقت اللي بدي إياهن بطالعن وبحضرن لضيوفي.